حرية العزة والكرامة. تحية، كل التحية لكم يا أيها الأبطال المحررين. شكراً للأحرار الذين وفوا بالوعد، وللمحررين نبارك حرية العزة والكرامة. حقاً إنه يوم عرس، يوم فرح، يوم سرور، يوم عيد. ولعل الناظر إلى هذه القاعة بهذه الوجوه البهية وبهؤلاء الأبطال المحررين يرى إرادة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام فإننا نرى في قصتكم وقضيتكم والإفراج عنكم أيها المحررون الأبطال درساً عملياً تتمثل فيه العديد العديد من القيم العليا التي نحرص ويحرص كل أهل الخير عليها، على التبشير بها والدعوة إليها. نحن هنا في الجامعة الإسلامية بغزة، مجلس أمناء ورئاسة وإدارة وعاملين وطلاب وطالبات، لا نمتلك الكلمات التي يمكن أن نعبر فيها عن الفرح والسرور والبهجة وعن العزة والكرامة وعن الفخر بكم يا أبناء شعبنا الفلسطيني. وأنتم تتوحدون اليوم وترسمون خارطة الوحدة الوطنية الفلسطينية. الثقة بالله سبحانه وتعالى، والتضحية والفداء، والصبر والصمود والثبات والإيثار، وحب الله والدين والوطن، وتقديم المصلحة العامة، مصلحة الوطن، على المصلحة الخاصة، وأن النصر مع الصبر والوفاء. فنقول لأبنائنا الطلاب والطالبات، بين أيديكم كتاب مفتوح تشمل كل صفحة منه قيمة من القيم، فما عليكم إلا أن تستلهموها في حياتكم الخاصة والعامة. ربيع العرب يزهر في بلادي، وأغصان العلا تزهو قطوفا، فوعد الله جاء بهم لفيفا، ووعد الشيخ جاء بكم زحوفا. ليس عجبا أن تقوم قوات الاحتلال باستهداف هذه الجامعة، هذا الصرح الإسلامي العلمي، هذه المؤسسة الرائدة المبدعة، لأنكم قهرتموهم، لأن خيامكم ومعرشاتكم أصبحت
كان إبداع علمي وإشعاع حضاري عبر العالم بأسره.